أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أبدأ هذا التسجيل بالشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط في سويسرا، ولكن في كل أوروبا وفي كل العالم، وخاصة للنساء المسلمات. إذن اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط لسويسرا، ولكن أيضا لأوروبا وللعالم، وخاصة للنساء المسلمات. ففي هذا اليوم صوت الشعب السويسري بنسبة 51.2% على مبادرة شعبية تمنع تغطية الوجه، وتسمى أيضا المبادرة ضد النقاب. المبادرة ضد النقاب. إذن 51.2% من الشعب السويسري صوت لمنع تغطية الوجه، وهذا يخص خاصة منع النقاب. أنا سعيد لهذه النتيجة، سعيد بأن هذه المبادرة قد مرت، وهذا المنع سوف يدخل في الدستور السويسري. غالبية الشعب وغالبية المقاطعات صوتت لمنع النقاب في الأماكن العامة في سويسرا. من جهة أنا فعلا سعيد، ولكني في نفس الوقت جدا زعلان وغضبان، لأن هذا الرقم متدني جدا. كنت أنتظر أن يصوت 80% على الأقل من الشعب السويسري ضد النقاب. كنت قد أخبرت أصدقائي مسلمين عن هذا التصويت، عن هذه المبادرة الشعبية، وقد فرحوا معي وطلبوا مني أن أخبرهم عن النتائج. وحال صدور هذه النتائج كتبت على صفحتي في الفيسبوك أخبرهم بأن التصويت قد تم، وأن المبادرة حصلت على 51%، 51.2% من الشعب السويسري. فعندما قرأوا هذه النسبة المتدنية استغربوا، كيف يحدث هذا؟ هل هناك في سويسرا من يؤيد لبس النقاب؟ وزاد استغرابهم عندما علموا أن هناك جمعيات نسائية تدعي دفاعها عن النساء قد صوتت ضد هذه المبادرة، أي لأجل النقاب. نساء سويسريات غير منقبات صوتت لصالح النقاب؟ هذا أمر غريب. وزاد استغرابهم عندما أخبرتهم أن حزب الخضر قد طلب من أعضائه بأن يصوتوا ضد هذه المبادرة. غريب. لا بل أن منظمة العفو الدولية
القسم السويسري أصدر بيانا ضد تصويت الشعب لصالح هذه المبادرة. منظمة العفو الدولية تدافع عن النقاب. حقيقة الأمر مزعج جدا. هناك سيدة سياسية اسمها آدا مرة مرة آدا مرة تقول بأنها هي تشعر بالانزعاج المبرر أمام النقاب، يعني هي منزعجة من النقاب، ولكن رغم ذلك فهي صوتت ضد المبادرة لأنها تقول هذه مشكلة غير موجودة وأن هذا يحمل تمييزا ضد طائفة دينية. إذا كانت المشكلة غير موجودة فأين المشكلة إذن؟ وسيدة أخرى قالت هي أيضا وهي من حزب الخضر تقول بأنها تبغض النقاب وما يمثله النقاب للنساء، وتضيف لكننا لا يمكن لنا أن نحرر الناس غصبا عنهم. غريب غريب هذا المنطق، هي تبغض النقاب وتصوت ضد المبادرة. عندما سمعت هاتين المرأتين وهما برلمانيتان سياسيتان في سويسرا، عندما سمعتهم اليوم تذكرت كلام النبي محمد الذي يقول إن النساء ناقصات عقل ودين، إن النساء ناقصات عقل ودين. بطبيعة الحال ليس كل النساء ناقصات عقل ودين، ولكن هاتان المرأتان قد ينطبق عليهما كلام النبي محمد. ومنظمة العفو الدولية قسم سويسرا أصدر بيانا يدين هذه المبادرة التي تخلق تمييزا ضد طائفة دينية معينة. لبل أن حزب الخضر هدد برفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكي يتم إلغاء قرار الشعب السويسري. قلت لكم الدنيا لم تعد دنيا والعقال لم يعود عقالا. أنا لا أحكم على كل النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وهذه الكلمة للنبي محمد وليس لي، ولكن هناك نساء شجاعات أيدن هذه المبادرة، هذا التصويت الشعبي، وأذكر خاصة البرلمانية سيلين أمودرو والبرلمانية جاكلين دي كواترو. وتقول هذه الأخيرة لا يوجد أي امرأة حرة
تقبل بأن تتفسح مع قماش على وجهها يمنعها من التنفس، يمنعها من أن تظهر نفسها كشخص، يمنعها من أن تظهر أنها امرأة. لا يوجد امرأة حرة تقبل بأن تتفسح مع قماش على وجهها، يمنعها من التنفس ويمنعها من أن تظهر كشخص وكامرأة. وأود أن أسأل هؤلاء الذين صوتوا ضد هذه المبادرة، ماذا يعرفون من الإسلام؟ القرآن لم يذكر في أي مكان تغطية الوجه، لم يذكر. والقرضاوي أكد ذلك في إحدى أشرطته، لم يذكر القرآن في أي مكان ضرورة تغطية الوجه. وعندنا صور للشيوخ أزاهرة مع نسائهم حتى ولا لابسة الحجاب. هذا طيار متعصب يريد أن يفرض سيطرته على النساء. ويحضرني هنا حدث واقعي حدث لي. اتصلت بي سيدة من شمال أفريقيا لم تكن تلبس النقاب في بلدها، تعرفت على واحد سويسري تحول إلى الإسلام، فظنت أنها وقعت مع جوهرة ثمينة، تعارفا وتزوجا وجاءت إلى سويسرا. وعندما جاءت إلى سويسرا اكتشفت أن هذا الرجل الذي تحول إلى الإسلام هو سلفي، سلفي يفرض عليها النقاب ويمنعها من استماع للموسيقى، ويمنعها أن تتعلم في مدرسة للممرضات إلا إذا لم يكن هناك إلا في مدرسة غير مختلطة، ويمنعها أن تعمل في بيت للعجزة إلا إذا كان كل الموجودين في بيت العجزة نساء. هي جاءت لسويسرا تظن أن سويسرا بلد الحرية، تظن أنها وقعت مع جوهرة، فوجدت نفسها مع السلفي يقبطها. سيقولون لك نحن نغطي النساء، نحن نغطي النساء لأنها تثير شهوة الرجل، ولكن هناك أيضا رجال يثيرون شهوة المرأة، لماذا إذن تفرض النقاب فقط على النساء وليس على الرجال؟ لماذا؟ كتب لي أحدهم، عندما يكون عندك كنز فإنك تخبئه ولا تظهره. أجبته، ولماذا أنت لا تخفي نفسك؟ هل تظن أنك مزبلة؟ هذه حقيقة مشكلة. إذن أنا اليوم سعيد جدا بأن قبل الشعب السويسري هذه المبادرة الشعبية بمنع النقاب في الأماكن العامة، ولكن في نفس الوقت أنا جدا حزين لأن هذه المبادرة لم تجد من يساندها
إلا بنسبة 51.2%، بينما كنت أنتظر حقيقة أن يكون عدد المؤيدين على الأقل 80%. يا للأسف، هناك من غرر بالشعب السويسري. أنهي هذه الحلقة وأشرب مجددا على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، تفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة، ولا تنسوا أن هذا اليوم هو حدث تاريخي مهم لسويسرا ولأوروبا وللعالم، وخاصة للنساء المسلمات. فهذا اليوم تم منع النقاب في الأماكن العامة، وآمل أن تقوم الدول العربية والإسلامية بأخذ قرار مماثل حفاظا على كرامة المرأة والإنسان. أتمنى لكم جميعا ليلة سعيدة. مع السلامة.